حقيقة الدولة نجحت في تنفيذ مشروع إسكان بديل للعشوائيات غير الآمنة في روضة العبور بالسلام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى واللي بتتكون من 70 عمارة بتضم 2171 وحدة سكنية و226 وحدة تجارية و255 وحدة إدارية. وجاري العمل في المرحلة الثانية من المشروع بنسبة تنفيذ متقدمة، واللي بتتكون من 64 عمارة بتضم 2000 وحدة سكنية و200 وحدة تجارية و220 وحدة إدارية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام البرومبلي، أستاذ التخطيط العمراني. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا دكتور حسام، يعني كيف نجحت الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة الإسكان غير الآمن أو العشوائيات؟ طبعا الكلام دوت تم دراسته لفترة كبيرة من الزمن لكيفية السيطرة على الامتداد العشوائي وظاهرة العشوائيات. هي موجودة ليست في مصر بل في العالم كله، إن هو انتقال إذا كان من الريف أو لإيجاد مجتمعات عمرانية حديثة، وابتدت تظهر بعض، مش هنقول بعض، المباني الغير نظامية حول هذه المباني من أجل العمالة وخدمة المنطقة. طبعا هذه التجمعات مع الزمن ابتدت تبقى موجودة وفي مناطق متميزة جدا، فابتدت الدولة تفكر في هذا الموضوع. وعندنا منطقة مثلث مسبيرو، عندنا منطقة المدابغ و ابتدى الفكر يبقى مناطق آمنة لرفاهية الإنسان وجودة الحياة. وده مهم جدا، ان احنا زي ما دايما بقول صيانة البشر قبل صيانة الحجر، يعني اهتمامي بالمجتمعات والمجتمع لأهالينا مهم جدا. فهذه الخطة التي تم وضعها من المرحليات اللي تمت بخصوص ال 2171 وحدة سكنية كمرحلة أولى ومراحل متوالية لحوالي 13 محافظة موجودة، ده شيء جيد جدا وآمن علشان يتم إيجاد الأمان ورفع الثقافة لهؤلاء الناس المنتقلون من مناطق غير آمنة لمناطق آمنة، بتدي الأمان وبتدي الانتماء وبتساعد المجتمع على رفع الكفاءة، وفي نفس الوقت بتدي الأمان للشباب وهم عماد المستقبل في الحياة المستقبلية. نعم، يعني دكتور حسام، أهمية الإنشاء أو إنشاء المناطق الحضرية بالنسبة لكل الدول وكل الدول التي تريد أن تتقدم وكل الدول المتحضرة، أهمية مسألة الاستثمار في التخطيط العمراني في رأي حضرتك، وكيف يمكن أن تنقل هذه الاستراتيجية الدولة بشكل عام، وكيف نقلتها بالفعل في السنوات السابقة؟ هي طبعا اللي حضرتك بتقوله ده طبعا بفعل الوضع السياسي، ومش هننسى الوضع الاقتصادي، اننا احنا تاخرنا كتير قوي، تاخرنا علشان نهتم بالمواطن المصري، تاخرنا لعمل هويه محدده. احنا دلوقتي بنتكلم على مباني، هذه المباني شكلها يتناسب مع العصر، ليست مباني عشوائيه، لا، هناك رئه خضراء، ابتدى يتوجد خدمات، هذه الخدمات عصرية تخدم هذه المجتمعات، ابتدى المساحات تبقى مناسبة ومواد صديقة البيئة ومباني ذات تهوية، بحيث ان انا اقدر اقول ان البيئة مناسبة لهؤلاء الناس. فده من ضمن ما ينص عليه القانون الدولي وأكواد البناء، أن يكون هناك مجتمع، هذا المجتمع بيئي، هذا المجتمع متطور، هذا المجتمع يضم كل ما
يطلبه المواطن حيث يحس انه هو انسان يعيش عيشه طبيعيه وعيشه صحيه. نعم. طيب. ده اساسي، هو ده المطلوب، لكننا تاخرنا. نعم. طيب، الدولة أطلقت صندوق لتطوير مشروعات الإسكان البديل الذي يتم توفيرها، كيف ترى أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة العقارية؟ نضع أنفسنا ونفكر ونذكر أن موضوع الاستدامة مربوط بصندوق الصيانة. نعم. كيف نحافظ على هذا الإرث الذي سيكون للأجيال القادمة؟ كيف؟ لابد أن تكون هناك منظومات واضحة لصيانة هذه المباني وتوفير طرق التشغيل المناسبة العصرية حيث يستمر هذا البناء ولا يشيخ. وكلمة لا يشيخ دي مهمة جدا، إن أنا ما تكونش في مسكن ثم هذا المسكن لا يقوم بأدائه الجيد ليا، هذا المسكن يحقق ليا المطلوب، هذا المسكن ليس مجرد ديكور، لا، يقوم بما يحافظ عليا ويصني. نعم. هو ده المطلوب، يتحط نظم للصيانة، نظم للبناء، نظم للالتزامات والحقوق والواجبات التي على المواطن لكي يحافظ على هذا الإرث، هذا البناء الذي يعد بنية من ممتلكات الدولة، ليست ممتلكات خاصة. نعم. الدكتور حسام البرنبولي، أستاذ التخطيط العمراني، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف.